رئيس البرلمان الموريتاني يعلن في ختام جلسة نقاش برنامج الحكومة مصادقة البرلمان على البرنامج دون عرضه على النواب للتصويت، مبررا الإجراء بكون الجمعية الوطنية لم تتلقى خلال 24 ساعة التي تلت تقديم الوزير الأول لبرنامج حكومته أي ملتمس للرقابة. حيث أننا لم نتلقى ملتمس رقابة خلال الساعة 24 التي تلت تقديم برنامج الحكومة وإعمال المسؤولية السياسية لها، وعملا بأحكام المادة 135 فقرة 2 من النظام الداخلي لغربتنا، فإن الجمعية الوطنية صادقت على البرنامج. إجراء لم يرق لنواب المعارضة فنظموا مؤتمرا صحفيا أعلنوا خلاله رفضهم له ووصفوه بالمخالف للقانون. وقال النواب المعارضون إن النص القانوني صريح بخصوص نقاش برنامج الحكومة وينص على عرضه على النواب للتصويت. هذا اللي تال بغرك النص فيه صريح، والاتفاق السياسي والتعهدات السياسية أكثر صراحة. الاتفاق السياسي اللي خلق 2011 وكل شركاء الآن حاضرين نص صريح وواضح يلزم الحكومة أنها تعرض برنامجها قدام البرلمان، وأنه ينعرض الاقتراع، وفي حال ترفض يعود ذاك بمثابة ملتمس حسب الثقة. وكان نواب الجمعية الوطنية قد ناقشوا خلال جلسة علنية عقدها السبت حصيلة إنجازات الحكومة خلال السنوات الأربع الأخيرة وخطتها المستقبلية لعام 2019، وذلك بعد مضي 48 ساعة على تقديم الوزير الأول لبرنامج الحكومة أمام الجمعية.